لا عليكم بعدا نتمنوا هادشي ما يتعاودش. هادشي مؤلم، هادشي كيخلع، هادشي رولنا صراحه الله. نتمنوا هادشي ما يوقعش. انا مع داخل في الدار جالس سمعت شي حاجه بالانفجار ديالنا، شي رويضه الطونوبير، شي حاجه بحال هكذا. ملي خرجت الله جبرت السيد اللي هن مسيب ثاني مضروب هنا، جبرتو كيعوض كلاطه في هنايا في الحلق ديالو، ضرب راسو قتل راسو طاح. صافي هادشي اللي وقع، هادشي اللي حضرنا عليه، هادشي اللي شفنا، اللي شافوا الناس كامل. هادشي تضربوا جوج هو الثالث. هذا اللي ضربوا تقتل ولا لا؟ اللي ما واحد مات هنا، وهذيك اللي ضرب راسه مات، وهذيك راه قال لك باقي، يمكن باقي، المهم نقدوه تهز باقي خدامين مع بعضهم في هذه الشركه هذه تبني. هذه تبني هذه اللي في هذه التشوكه هذه خدامين مع بعضياتهم كاملين بهم. هادشي اللي كنعرفوا حنا كنشوفوهم هنا كيباركيو دائما. انا يعني مره شفنا شي مشكل في هذه الشركه ولا زعما صراحه الله. قتل راسو مباشرة، حيت انا شفتو عوض كلاطة وضرب راسو. ملي قتل تم، ملي قتل ذوك جوج ديال الناس موراهم قتل راسو، يعني بقوة ذوك الحرارة اللي يعني الله يكون في العون. زعما هادشي غريب صراحة الله. اللي ماش نقول لك، انا هادي العمارة ديالي اللي حداك ساكن هنا، وكنت ساكن هنا ما بقيتش ساكن هنا، ولكن اللي عندي الخبر انا باش نحددوا على ان هذا المكان هذا دائما خاوي تقريبا مورا العصر. منين كيخرجوا العيال للمدرسه كيبقى المكان هذا ساكن لا يتحرك، قليل اللي كيجوز هنا. الله اعلم، لان شي حساب اللي كنسمع انا غير اللي قال لي العساس الجار ديالي، قال لي عندهم شي حساب مع بعضهم، شي حساب عندهم مع بعضهم، والله اعلم. اللي سقسيت انا قال لي هو حاضر الجار ديالي، قال له حاضر، واحد ضربوا الضربه الاولى والضربه الثانيه، الضرب الاولي لليد في التلو اللي قريب عليه عاود ضربوا بجوج ضربات، وحده ضربوا لرجلو والثانيه ضربوا جنبه، هذا جابوا نيشان. هو الثالث قلب البندقيه عاود قتل راسو. هذا هو طبعا طبعا، لان كيفاش انت قتل الروح بحال اذا قتل الناس جميعا، بحال اذا قتل الناس جميعا. اييه لا ما علاش ما ياثرش علينا؟ لان اليوم عليا غدا عليك غدا على واحد اخر، علاش ما ياثرش علينا؟ من طبيعه الحال لان خانا في الاسلام كما كان الحال، خانا في الاسلام. وهاد الناس هادو عمال، ما ماشي لا بيزنس ولا كيسرقوا ولا هادو، شي حساب مع بعضهم ربما، اما الحسد اما غيره، اما الحساب في الفلوس، اما شي حاجه، باش ما نبالغوش في الهضره، لان وما شاهدنا الا بما عندنا. السلام عليكم. حنا كنا في سوق الكورنا، يعني السوق الكورنا قريب لينا لهنايا، سمعنا هنا شي القرطاس هذا، وسحبنا غير شي حاجه عاديه، هذيك يعني شعول ناريه ديال كره القدم. لكن ملي جينا لهنا سمعنا الناس كيقول لك جوج الناس يعني ميتين، جبرنا انا يلاه جيت جبرتهم باقي مطيحين في الارض. السيد ضرب السيد بجويجه يعني ديال الصياده، ضربوا كرشو جوج ضربات وكملوا بالثالثه هو مطيح، وزائد واحد القضيه اخرى ضرب مكمل كمل ضرب راسه لهنايا، قتل راسه حتى هو، واحد السيد حتى هو مضروب، ما عرفناش شنو يعني واش شي اضرار طفيفه اللي وقعت له هنايا، وهادشي اللي كاين. وكنتمنوا بحد البسمة شي هذا، اول مره غنشوفوا نشاهدوا هادشي هذه في مدينه تطوان، وفي وسط المدينه، مدينه تطوان يعني راقيه، ما كنسمعوش هادشي هذا. ربما عندهم شي نيه زاعات ديال العمل ديال العماره اللي كتبنا جديده هنايا. داكشي اللي كاين هو كيقول معلم ديال الضو، قال له اجي نخلصك في هاد البلاصه هادي، والله اعلم ربما ما خلصوش ولا وقع لهم شي نزاعات،
وهادشي اللي كان، والله يرحمهم وكنتمناو لهم ما توهم الجنه وهادشي اللي كاين.